أطلقت مراكز أطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين المعسكر الصيفي الذي جاء تحت شعار صيف المواهب. التفاصيل في تقرير الزميلة لميا المازمي. تحت شعار صيف المواهب أطلقت مراكز أطفال الشارقة معسكرها الصيفي الذي يستهدف جميع الأطفال بهدف تنمية مواهبهم وإكسابهم مهارات جديدة. ويقام المعسكر في عدة مراكز، وهي مركز الطفل في حلوان والخالدية لأطفال مدينة الشارقة، ومركز الطفل في البطائح لأطفال مراكز المنطقة الوسطى، أما مركز الطفل في كلباء فلأطفال مراكز المنطقة الشرقية. طبعاً الفئة المستهدفة في المعسكر هم من سن 6 إلى 12 سنة، وهاي فئة المنتسبين للمراكز. إن شاء الله بيستمر معانا المعسكر لغاية 17/7، وتقام في مختلف الورش الثقافية والتعليمية والترفيهية. يشمل المعسكر الصيفي العديد من الفعاليات والأنشطة التي تمارس في بيئة صحية جاذبة ومحفزة للإبداع، تساهم في اكتشاف مواهبهم وتنمية مهاراتهم الفنية والعلمية والثقافية، فضلاً عن الأنشطة الترفيهية والتوعوية والرياضية والزيارات الميدانية. يعجبني مركز حلوان للطفل لأن نتعلم فيه الرياضة ونتثقف. مركز حلوان للطفل في عدة أنشطة، وأنا حبيت هاي الأنشطة، والأنشطة هي السباحة والرسم والتركيب والرياضة، والقسم اللي أنا حبيته هو قسم السباحة. تسعى مراكز أطفال الشارقة من خلال الأنشطة الصيفية المختلفة إلى استثمار أوقات فراغ الأطفال بما يعود عليهم بالفائدة والمتعة في آن واحد، حيث أن البرامج توضع وفق أعلى المعايير التي تساهم في تعزيز قدرات الأطفال وصقل شخصياتهم. تحت شعار صيف المواهب أطلقت مراكز أطفال الشارقة المعسكر الصيفي الذي يسعى إلى استثمار العطلة الصيفية للأطفال في تنمية مواهبهم وتعزيز قدراتهم الإبداعية. لأخبار الدار، لمياء المازمي من مركز الطفل بحلوان.